بعنوان الندوة الإعلام والهوية والتراث، ودي إعادة إنتاج لقضايا مفروض إنها حسمت في وجدان الوطن وعقل الوطن. الموضوع بيتصل بغياب التراكم التاريخي في عقل النخبة وعقل المسؤولين التنفيذيين، وده بيؤدي إلى أن كل فترة يثار موضوع الهوية والتراث، احنا عرب ولا مصريين، التراث مصري قديم او يوناني اغريقي روماني عربي، طب وموقفنا ايه من العربي وهكذا. يعني الحقيقة تراثنا وتراث مصر على وجه الخصوص والهوية المصرية مليئة وزاخرة بكل التخصصات. على وجه الخصوص مثلا المكتبة اللي احنا فيها النهاردة دي هي إرث ثقافي من الأميرة سميحة بنت السلطان حسين كامل، وهبت هذا القصر، إنها كاتبة وصية أن يؤول هذا القصر بعد وفاتي للشعب المصري بشرط استخدامه في الأغراض الثقافية. الجمعية طبعا يعني في الأول بتهتم بالخريجين وكل ما هو يعمل في مجال الصحافة والإعلام. الملتقى النهاردة إحنا لما حبينا كمجلس إدارة للجمعية واحنا بنشتغل على القيمة في كل حاجة، أول موضوع يبقى اخترنا الموضوع علاقة الإعلام بالهوية والتراث. وعلاقة الإعلام بالهوية والتراث أنا شايف إن هي علاقة مهمة جدا جدا في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها والسيولة اللي حصلت بعد الثورات والأزمات اللي موجودة عالميا. إزاي أنت صعب جدا إن أنت تحافظ على هويتك وتراثك في ظل العولمة اللي اتفتحت؟ الحديث عن التراث، الحديث عن الهوية، هو حديث عن الجذور الحضارية لثقافة الأمم وثقافة الشعوب. ولأن مصر تمتلك جذور حضارية تضرب في عمق التاريخ، وهذه الجذور الحضارية ما زالت مستمرة حية إلى يومنا هذا في كثير من مظاهرها.